مشاهدينا مكملين معكم ووصلنا لفقرتنا الثانيه بعالم الاكسسوارات، وكنا نعرف انه الاكسسوارات هي عنصر من عناصر الجمال بتكمل اطلالاتنا، واليوم عم نشوف في اهتمام كبير بهذا المجال، وعم نشوف العديد من السيدات والصبايا يلي عم يبدعوا بالاعمال اليدويه وتحديدا الاكسسوارات. يا رشا اكيد خلينا نقول اعمال يدويه ان كان اكسسوارات او تمام. اي مشاريع صغيره ثانيه هي عم تكون باب رزق لإلهم، عم بيكون دعم لإلهم بحياتهم الاقتصاديه، وبإضافة اليوم كمان هي إطلالة جميلة بتكمل الشكل الخارجي لكل صبي. اليوم كلياتنا هايدي يعني بنهتم بهدول التفاصيل الصغيرة، شو بدنا نطبق الطوق، شو بدنا نطبق الشنطة. اليوم سمية جايبت لنا اليوم شنات كثير شنات حلوة رح أروح هيك فورا لعند ضيفتنا سمية مارديني، وحضرتك مصممة أعمال يدوية. أهلا وسهلا يا سمية، شو هالجمال هذا الصباح؟ صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي سمية، يعني تعودنا دائما نشوف الإكسسوارات الحلوين والشغل لك الحلو دائما بصباحنا. خلينا لكن اليوم نعرف شو هي اخر التصاميم بالنسبه للاكسسوارات. تمام، هلا بما انه نحن صيف وشوب وهالقصص هي، فهلا حاليا بالصيف البنات بيعتمدوا القطعه شوي الناعمه يلي ما بيروح لونهم، يعني معادن خاصه تبع يلي انه انا بدي البسها ما اعرق ما يروح لونها. في عندك كثير هلا هي السنه القطع اللي بتشبه الذهب، هي كثير موضه، يعني بتحسي حالها البنت كانها لابسه عن جد قطعه ذهب بديله عن الذهب. تمام، مطلوبه هي جدا هلا شيء بيشبه الذهب، يعني تماما انه انا لما البسها ما تبين انه هي قطعه تقليد او اكسسوار. كثير دارج العين، دارج الشغلات الغريبه، بتحسي يعني في عندنا هون في كثير قصص غريبه، الماركات على شكل اكسسوار كمان هي كثير موضه، الكارتيرات والشغلات شوي العريضه يعني كمان. يعني في اكثر من احتمال للموضه هي السنه. الليره طبعا ما بتبطل ابدا، ليره بتحسي سميه ما بتبطل ابدا، او النص او الربع بتلاقيها بتزين اي بلاك او اي صنصال حتى. يعني اليوم يعني لفت نظرنا اليوم سميه عم تروحي لتطبيق قصص تقومي، يعني ما كنتي اول شيء تهتمي كثير بهالقصص صح؟ تمام، هلا كنتي تروحي للبلاكات الناعمه قطعتين سوا، لانه هي هلا هي السنه كثير موضه انه البنات يحطوا قطعتين مع بعض. طيب هذا انت ضامنه لونه انه يبقى او هلا هي القطع المعدن ستيل، الستيل كثير ممتاز يعني كمعدن، بس سعره شوي غالي. فهو بس هو بحافظ على لونه، بيقعد عند الصبيه سنتين واكثر لسه كمان، يعني كثير حلو. كثير حبيت، شو رايك هايدي؟ حلوين الحيه كثير حلوه. حيه هلا انا ما يقولوا علينا بس يعني عن جد هي الحيه كثير حلوه. ويعني شفتي انه ما بيخلص الموضه، يعني اليوم عم نشوف راس الحيه، هي كانت من زمان كانت كثير موضه وهلا رجعت من اول وجديد، كثير يعني حلوه كثير القصه موضه. وحتى كمان هون عم نشوف في تقومه، في سناسل مع الحلقات، خبرينا عنهم قد ايه مطلوبين اليوم وقد ايه بياخذوا يمكن معك وقت بالشغل. تمام، هلا هي قطع ما بتاخذ وقت شغل لانه هي قطع يعني تطبيق، يعني انت بدك تشتري السنسال هذا جاهز مثل ما هو، لانه الستيل والبرازيلي يعني سناسلهم غير مبدا الشغل اللي نحن بنشتغل فيه بالاكسسوار. فهذا السنسال جاهز وانت بس الذوق انك تطبقي القطع مع بعضها. تمام، يعني هي هون الفن بالشغل، تطبيقه القطع او اختيار القطع. هلا شوفي الثاني قطعه عندك اياها بهذا الستاند. أيوة، كثير مهضومه هيدون بتعطيني اياها دقيقه. تفضلي. تمام، تفضلي. زينه ثاني قطعه بس على اي كاميرا؟ تمام هوني. تمام، كاميرتك يا سمية. ثاني قطعه بتفتح. ايوه سمية بتفتح، بيطلع من قلبها قلب حلو. ممكن نحط يعني فيها صور معينه؟ اعطينيها شوي سمية لقلك، خلينا نحط فيها اوكي عشان ما نرجع. بس هي كثير القطع مهضومه سمية، عم ترجعي تجددي بقصص قديمه. تمام، اليوم من زمان كان هذا القلب يلبسوه اثنين، كانوا يلبسوه اثنين. تماما، ممكن تحط فيه صوري كمان احيانا، تحطي حرف اسم تحفري بقلبه، صوره يعني اي شيء تحفري بقلبه. او هلا صوره صعبه لانه القطعه الجوانيه صغيره، بس فينا نحفر حرف اسم مثلا. تمام، حرف. حتى اليوم سمية اليوم مشتغلي جزء
تقصدين اعمال يدويه، واليوم انا اول ما فاتت سمية يعني اخذت هي حبيت كثير لطقه على كنستك كثير بلبق على كل شيء. يعني اليوم كنتي مختاره الالوان انه الصبيه اليوم شو ما لبست حيروح حد هاي القطعه مع لبسه. اليوم خلينا نحكي عن هيئه التجربه سمية، عن تجربه الجزء. هلا الحقيقه تجربه حلوه على فكره يعني تجربة الجزادين هي تجربة مشتركة. أنا أختي مهندسة زراعية فهي مالة يعني شوي، فحبت تشتغل شيء يدوي ففتنا بقصة الجزادين يعني أنا وياها. الهندسة للأعمال، الهندسة للأعمال اليدوية. تمام. وقد إيه بياخذ هذا شغل وقت؟ هلا يعني بما أنه هي ما كان لها خلفية عن الموضوع فشوي تعذبت، بس بعدين هلا يعني أول شيء كنت عم ساعدها يعني بعدين هلا صارت عم تنطلق لحالها تبلش الموضوع. شوي صارت أسهل أنه هي، بس القصة أنه أنت تطبيق يعني نحن حتى نخلص هاي الخامة ونخلص. شو خامته هذا؟ هذا خيش. خيش تمام. كثير موضة وكثير البنات حابين هاي القصص. بعدين هلا كثير عمليه مثلا على الجامعه بدها تحط كتبه بدها تحط اغراضها. والقطعه اليدويه شو حلاوتها انك انت عم تاخذي شيء مختلف عن يلي بس. وكيف هي من جوا بتساعد الاغراض ولا كيف فينا نفتح يعني شو ركبنا لها سحاب عشان نعرف هلا انت اللي معك ركبنا لها سحاب. هلا هي ما مركبنا سحاب، منها بلا سحاب في لزقه قلبها كثير كبير بيسعى يعني. تمام سمية، اليوم يعني عم نشوف هذا الشغل الحلو إليك، قد ايه مهم الاستمرارية بالعمل، التجديد بالأفكار؟ يعني أنت ما اكتفيتي اليوم بس بالإكسسوارات، لا أنت اليوم عم تشتغلي كمان جزادين ومكمل بالأيام القادمة كمان توسعي مشاريعك أكثر، خبرينا عن الاستمرارية قد ايه مهمة؟ هلا بما اني انا يعني اللي مساعدني انه انا من الاساس دارسه تصميم ازياء وكنا يعني كنا نشتغل اعمال يدويه كثير، يعني شغل الايد موجود يعني. هذا اللي خلاني اني اقدر يعني انتقل نقله من الاكسسوار مثلا للشناتي للثياب لهالقصص هي. بس هلا نحن يلي مضايقنا اكثر شيء يعني مثلا مواد الاوليه، وقت انا بدي انزل اشتري مواد اوليه يعني انا كثير هي بتعذب فيها. يعني اول شيء مثلا ممكن لاقي القماش لخيط بس بعد شوي ما عاد فيني يعني اول مره بلاقيه بسعر، المره اللي بعده لارجع اخذه بدي لاقيه بسعر ثاني. يعني نحن هاي المشاكل اللي عندنا بالسوق ان كانت بالاكسسوار ولا ان كانت بال يعني باي شيء ثاني عم نشتغله يدوي. وغير هيك يعني الزبون ما عم يقدر انه القطعه اليدويه اكله شغل اكثر من القطعه العاديه. يعني اوكي هي بقول لك إيه بروح باخذ الجاهز من السوق، طب بس الجاهز اللي انت عم تاخذه من السوق كله لابس مثله وماله باتقان اليدوي، ماله غريب مثل القطعه اليدويه. يعني هون الشيء شوي هو الحالة الاقتصادية يمكن هي اللي مأسرة أو شيء. من قبل أكيد ما كنا نعاني من هاي المشاكل، كنا نشتغل يدوي وما نخاف يعني من جد أول ما متوفرة الأسعار عم تكون ثابتة. واليوم حتى يعني أنك تنزلي على السوق وتخلينا نقول تجيبي كميات كبيرة كرمال ما فيكي حتخلص بالنهاية يعني. وغير هيك ما فيكي يعني أنت حتضيعي كتير رأس مال لتجيبي كميات كبيرة. طب أوكي نحن عم نعتمد على بازار واحد بالشهر فرضا يعني عرفتي كيف؟ يعني او بازارين، بازار الاساسي وبازار ما هو خفيف ما عم يكونوا كافيين. ما عم يكونوا كافيين لا اكيد يعني انت بدك تشتغلي اكثر من بازار لحتى تقدري، وبس انك تروحي تشتغلي كمان بازار وما تستفيدي كمان هاي الشغله صعبه يعني. صحيح. كيف فلهيك بتكتفي بالبازار يلي انت حاسه او يلي صار عندك فيه هون زباين يعني ربيتي هون زبون صار عم يجي خصوصي لعندي مثلا لياخذ الشنطه لياخذ قطعه الاكسسوار لياخذ شيء قطعه. اما انك تروحي تجربي شيء جديد، عم نجرب شيء جديد وبعدين عم نقول انه يا ريتنا ما جربنا. مثل شو يعني انك تخوضي تجربه جديده بصناعه جديده او بدون معارض او باماكن جديده؟ يعني في اماكن ما كثير عم نتوفق فيها. بس هي بوابه بالنهاية. بس هي ايه يعني هي لك ليعرفوكي الناس تماما. اي اوكي بس مو دائما عم تبقى تجارب ناجحه كاقتصاديا او اقتصاديا تسويقيا خلينا سوقيا نعم. تماما طيب. يعني كمبيع يعني نحن مشكلتنا مو مشكلتنا نحن بالبازارات انه نحن نتعارف على بعض. يعني انا بدي بازار اشتغل فيه يعني في عندك هون. مبيع اولي تماماً. اعمالك تمام يعني حقك. يعني بالنهايه نحن بدنا نشتغل مجرد. يعني بالنهايه انا عم اشتغل هي القطعه لبيعها لانبسط انه يجي زبون ياخذها. يعني قديش حلوه اول ما فتت انه حبيتي الشنطه وهيك يعني ردت الفعل لحالها بتخليكي انك انت تتشجعي ترجعي تشتغلي.
يعني عرفتي يعني نحن هي الفكره يلي نحن عم نعاني منها، انه انت بس تلاقي الزبون اجى لعندك وقدر قيمه العمل اليدوي. صحيح. قدر قيمه العمل اليدوي يعني هي كثير مهمه، بترجعي بتتشجعي بتشتغلي اكثر، بتنجي اكثر وبتابدعي اكثر. طيب سمية، بما انه ذكرتي موضوع البازارات والمعارض وقد هي اليوم فعلا بتساعدك كرمال يمكن تسوقي لشغلك ويعرفوا الناس على ارض الواقع، شو اخر بازار شاركتي فيه او اخر عمل عملتي؟ خبرينا تفاصيل. تمام، هلا كنا بمعرض الزهور. هلا موجوده بالماسا بلازا بالميدان، بكره اخر يوم، اليوم وبكره يعني عنا. وعنا اليوم ببلش معرض للدكتوره نجلاء خضراء باحثه اليوم. تمام، الدكتوره نجلاء فهي عامله معرض باتحاد الكتاب الفلسطيني عن ساحه الميسات او بالمزرعه هيك شيء. شو اكثر الاعمال اللي رح تستعرضيها ضمن هيدي المعارض؟ جزدان. اشتريت شيء؟ لا جزدانك ما حاخذه. اشتريته. لفت نظري، برافو عليك اسمها، يعني انه اليوم في العين يعني بتاخذ حقها بالقطعه الحلوه. اكيد يعني. يعني نفس المبدا بس على مكبر. حلو. نفس هدول القصص. طيب كونه اليوم نحن عم جربتي اليوم تدخلي التراث الفلسطيني ضمن اعمالك، كونه يعني هي محور هلا وحديث، واليوم الباحثة الدكتورة نجلاء يعني بتهتم بهدول التفاصيل جدا، يعني هي كثير بتهتم بهي التفاصيل، بس للأسف أنا يعني ما عندي تجربة بهذا الموضوع. يعني هلا أنا تقولي لي فوتي اللولو كتراث، أوكي فوتي يعني عندي قطع التراث بس ما لها علاقة كثير بالتراث الفلسطيني. المهم تكوني متقنة بشغلك أكثر. طيب اليوم ممكن نشوفك، نلاحظ كثير من الأشخاص بيفتحوا هيدي المشاريع، مشاريع الإكسسوار، عم تلاحظي بالفترة الأخيرة وجود هيدي المشاريع، لكن اليوم إذا بدنا نقول سمية شو اللي بيميز شغلها اليوم؟ شو اللي بيميز مشروعها؟ هلا اللي بيميز شغلي أكثر شيء إنه يعني هلا أنا بالبازارات أو بالمعارض أو بهي القصص أنا دغري بقول للزبون انه على المعادن، على يعني بنصح البنت يعني وقت بتجي بتشتري عندي القطعه الخفيفه، عندي القطعه الثقيله، يعني عندي اي شيء. هلا انا بحب الشرقي، يعني الشرقي كيف يعني انا بحب اشتغل باللولو، بحب معروفه اشتغل بالاكسسوارات الشرقيه، يعني بحب كثير. يعني هلا لازم وقت بتجي لعندي على اي بازار تلاقي عندي قطعه شرقيه، يعني ما في مجال لولو او قطع الكبيره او هيك شيء، يعني القطع الشرقيه. بحب القطع الغريبه كثير يعني جدا، يعني لازم كل زبونة تجي لعندي تقول لي يعني إلا ما نشوف عندك على الطاولة شيء قطعة غريبة ومميزة تبع إنه ما شفتها بمحل تاني. يعني بحب هيك هالقصص هي، يعني عندي جرأة أني أجرب قطعة، أشتغل قطعة تكون كتير غريبة وما لها درجة، ممكن أشتغلها وحطها عندي، يعني عندي الجرأة يعني وبتشتغل لانه هي اصلا غريبه وما لها درجه، يعني عرفتي كيف؟ وبنفس الوقت بعتمد على القطع الترند، يعني في عندنا قطع ترند ما فيك تهربي منها لانه هي مطلب السوق يعني. تمام. طيب اليوم سمية اذا بدنا نحكي عن عم نقول نحن صناعه يدويه اليوم، ولكن انت عم تستخدمي قوالب ما او اله ما بهي الصناعه مثل هدول يعني اللي استعرضناهم اول شيء، يعني هاد صناعه يدويه؟ هاد بنجيبه نحن قالب جاهز، يعني بتجيبي الاسواره خالصه بس انت بتحطي لها لمسات. مثل شو انت؟ الماس، الاستراس، هيك قصص يعني عرفتي كيف؟ هالقصص هي يعني حركه صغيره ممكن يعمل لك اياها بالورشه. تماما. ايه يعني هالقصص هي، هيك هي القطع. ليش عم اقول لك انه هي القطع ما فيها كثير عذاب؟ لانه هي بس هي كثير موضه حاليا. ايه صحيح. يعني هلا عم يرجعوا البنات للقطع البسيطه، يعني شفتي يعني مثلا انا مثل هدول كثير حلوين وكثير رايقين، هدول كثير 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 موضه. عم شوف عم يحطوا اكثر من سنسله هلا هدي. تماما، اكثر من سنسله كثير موضه، الكبلز كثير موضه، يعني هي ورفيقتها هي واي حدا بدها تلبسها يعني. فالقطعه انه نص قلب بنص قلب طوق ونص قلب بنص قلب اسود. رجعتينا على ايام المراهقه سميه بهذا الموديل، يعني عن جد نشوفه يعني كثير بس كثير كان دارج خيط، يعني كان دارج على وقت ما خيط، هلا تغيرت القصص يعني لحد الان دارج الخيط بس حلو. الخيط تغير حتى، يعني الخيط اللي كنا نحن نحطه هلا تحول لجلد مثلا. طيب سميه اليوم غايب عن الاشياء اللي جايبتيها معك، كنت تهتمي بموضوع
الاكسسوار المطاط، الخيوط المطاط، اللولو الصغير. تمام، ما زلت اهتم. لابسنا اليوم لابسينا، يعني شايفه انا ليش عم اقول لك انا بحب القطع الغريبه. هلا هي وانا بايدي بتشوفيها بتفكريها معدن كامل، صح. بس لكن هي بالحقيقه هي مطاط. يعني هي قطعة هي القطعة على طول موجودة عندي بالبازار بأشكال متنوعة، يعني حتى وقت بيجوا بيوقفوا ليتفرجوا عليها بفكروها أول شيء معدن، وقت بتمسكها بتتفاجأ إنه هي القطعة مطاط. تمام، حتى إصلاحها سهل، يعني إصلاحها سهل، يعني إذا انقطعت إذا صار لها شيء يعني كثير سهل إنك ترجعي أي بنت فيها تضم المطاط وترجع ترجع القطعة يعني مثل ما كانت. وأغلب هي القطع ما بتروح ألوانها. يعني القطع الكبيره المعدنه كبير هيك بتضل الوانها منيحه. هي اللي بدنا نحكي عنها انه ما بتروح الوانها. اليوم يمكن كثير من الاوقات ممكن نغش بالاكسسوارات، ممكن ناخذ اي سلسله او حلقه نحن يمكن ينحل فورا، ممكن غسلنا بالمي او حطينا برفان. شو السبب اليوم هاد انه الواحد اي شيء الاكسسوار ينحل؟ شو السبب ونحن كيف بنقدر بشكل عام نحافظ على القطعه؟ تمام، هلا عندنا اكثر من اسباب. اول سبب ممكن يكون نحن بنقول له بالعاميه، يعني تمام بالعاميه بنقول انه البنت عرقها مالح. تمام، يعني كيف عرقها مالح؟ يعني العرق عندها نسبه حموضه فيه كثير او مالح العرق، فبيروح الالوان. يعني هي شغله ما نحن ما فينا نحكم عليها. يعني ممكن تاخذ برازيلي وستالس ويروح لونه. بس عندي مثلا الستيل كثير الوانه منيحه. امتى ما اشتريتي قطعه ستيل بتقعد عندك مده منيحه ليروح لونه. تمام، مستحيل تروح من لبسه لبستين يعني. تمام، كيف بدي حافظ عليها؟ هلا اول شيء ما بخ بارفان، انا دائما بقول لهم للبنات ما بلبسها لا البسيها بس لا تبخي بارفان. يعني كيف ما تبخي بارفان؟ يعني وانت لابسه القطعه اذا بدي بخ بارفان فيني ارفع القطعه بخ البارفان لينشف شوي بعدين نزلها، يعني مشان ما تاخذ الكحول عليها مباشره. مش كثير بنات ما بتنتبه لهي التفاصيل. تماما، يعني ما اذا لابسه اسواره بدي اجلي او خاتم او قصه ما عندها بكلور. يعني الكلور قاتل للاكسسوار بشكل ما انزل فيه على المسبح. يعني هلا بيجوا بيقولوا لي راح لونه، طب نزلتي على المسبح، المسبح فيه كلور، يعني عرفتي كيف؟ ما حط الذهبي مع الفضي. ليه؟ وانا عم حافظ، يعني انا عم ضب اغراضي ما حد الذهبي بياخذ من الفضي، يعني بينقل لونه للفضي على الاغلب، يعني عرفتي كيف؟ فواحد منهم بده ينتزع. ما حط اكسسواراتي بالشمس مباشره، وقت بدي يكون يعني بعلبه بالدرج، يعني هي كمان المعلومه كثير مهمه. بتجي بنت بتقول لي انا ما لبست للقطعه راح لونها، طب انت حاطتيها بالشمس مثلا، غرفتك فيها شمس، هذا غلط. في طريقه اليوم للحفاظ عليه او يعني الوضعيات تكون صح، مثلا تتغلف بكيس نايلون؟ لا ما شرط كيس نايلون، حطيها بهي مثل هي العلبه مثلا او اي علبه وحطيها بعيد عن الشمس، مهم ما تجي الشمس عليها مباشره بالدرج بعلقوا بعض هيك وبتحكي. في صبايا او دائما بقول لهم نصيحه انه اعملي لها المناكير الشفاف. تمام، مناكير شفاف. شو رايك بهي النقطه؟ مناكير الشفاف بندهن على القطعه الكبيره، يعني مثل انا السنسال العريض هاد. تماما، السنسال العريض بندهن له مناكير شفاف. هي القطعة حتى حافظ عليها بندهن لها مناكير شفاف، لكن السنسال الرفيع يلي مثل هنيك لا بصير بيقطع. يعني أنا إذا دهنت على سنسال رفيع مناكير شفاف بصير شوي مع الوقت بكسر. وبدأ إعادة القصة؟ ما بيعود بتصلح السنسال خلص. بدأ إعادة إنه حتى لو الطوق العريض إنه نرجع نعمل له إعادة دهنة جديدة؟ أوكي، يعني أنت بس تدهني مناكير شفاف، أنا دائما بقول لهم للبنات كأنك حطيتي عليه طبقة حماية. يعني المناكير لكر، خلينا نحن نقول لكر. تمام حتى اللكر نحن بنستعمله ببخ الإكسسوار، يعني أنت حطيتي طبقة حماية للقطعة، يعني صار في شيء حامي بينه وبين إيدك أو جلدك يلي يعني نحن الجلد هو يلي بده ياخذ الالوان، صح، العرق او هالقصص. يعني بتلاقي بتلبسي اسواره بتلاقي ايدك خضراء. تمام، اما اذا دهنتي او اصبعتك خضراء، يعني اذا دهنتي مناكير شفاف او لكر مثل ما قلتي، صح هذا الحديث. صار في طبقه حمايه، ما عاد يطلع هذا الخضر. تمام، طلع اسواره ثانيه لونها. وفي شغله ثانيه كمان مشان البنات يستفيدوا، يعني قبل ما تكبي او ترمي قطعه الاكسسوار اللي رايح لونها، جربي تحطي عليها معجون اسنان. للقطعه تفركيها بمعجون اسنان، يعني بلا لون فضي او ذهبي، اي لون ما بيفرق، ما بتفرق، فركيها بمعجون اسنان. بهي الحاله انت ممكن يكون المعدن يرجع لونه.
بيقولوا يعني هاي القصه للفضه فقط؟ لا لا، للفضه وللفضي وللذهبي ولاي قطعه للفضه، يعني المعدن الفضه الحقيقي. حتى الاكسسوار يعني كثير انا قطعه بحبها مثلا بيروح لونها، بما انه انا يعني بعرف هالمعلومات هي بروح بفركها بمعجون اسنان بترجع طبيعيه. يا سمية يعني اول مره بتقوليها. عم نكب لنا زمان. لا، قبل ما ترميها فركيها بمعجون اسنان، اذا رجع لونها معناتها اوكي كثير منيح، ما رجع لونها معناتها خلص هي لونها خلص تاكل على الاخر. يعني عن جد خبرتينا تفاصيل كثير مهمه، يمكن كثير منا كثير من البنات ما كانت منتبهه وواعيه لهي الشيء. قد كبيت اغراض ندمانه. تمام سمية، خبرينا عندك صفحه على الفيسبوك. تمام صفحه الفيسبوك واسواره سمية الماردين مع بعض. حلو، عم تقدري تسوقي اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عم يمكن الناس عم تقدر تشوف كمان شغلك على المواقع التواصل، عم بيتم الطلب اكثر من البنات، خبرينا. هلا انا البنات بيشوفوا شغلي على 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 صفحه الفيس او الانستا، الانستا سمية مارديني وين التفاعل اكثر بيكون؟ لا انا فيس. ما بعرف ليش، انا عندي اصدقائي على الفيس اكثر، يعني بتحسيهم بيعلقوا لي على الصفحه وهيك. حلو. يعني تمام. على الانستا لقلك شو بصير، انتشاره اوسع، بيشوفوا اكثر، بيجوا على البازار اكثر، بس اما كتعليقات ومعرفه اكثر وكتواصل بيني وبين الاشخاص هو فيس. بس يعني هلا انا غالبا الزباين بتشوف القطعه عندي بتجي على البازار، يعني انا اعتمادي الاكبر هو والبزارات. على البازار او على المعرض او على اي مكان بدي اعرض فيه بشكل مباشر، لانه انا يعني مثلا ما فيني اصور كل اغراضي. هي القصه. تمام. اكيد سمية بنتمنى لك التوفيق بهذا المشروع الجميل، وبالمرات القادمه مثل ما فاجاتينا اليوم بهدول الموديلات نجيب شيء كمان اجمل. اليوم ده طالما حضرتك بهي الطاقه فانت اكيد رح تستمري بعطاء متميز. شكرا سمية. شكرا لكم. صباح الخير. شكرا لك سمية، بتوفيق ونجاح لك. اهلا وسهلا.